الأرض اللي عليها إسرائيل حاليا كانت جزء من الإمبراطورية المصرية في العصر الفرعوني. فأمر طبيعي لو عملت هناك حفاير هتطلع آثار مصرية. إحنا كانت الإمبراطورية المصرية واصلة لحد أعالي نهر الفرات في جنوب تركيا، دي كانت مصر. فعشان كده بنجد آثار مصرية كانت موجودة في سيناء، وكان حصل إن تعدى عليها واتسرقت لما كان أثناء الاحتلال، ورجعناها أيام الدكتور عبد الحليم نور الدين ربنا يديله الصحة، رجعت بعد خروج إسرائيل من سيناء وراح ممثل وزارة الآثار وراح رجع الحاجات دي. كون عندهم متحف هناك في آثار، الآثار جاية من المنطقة دي أو تم شرائها من مناطق أخرى، أو إن هي بتتعامل مع، لأن دلوقتي المعرض اللي بتعمله بتتعاون مع متاحف أخرى والمتاحف التانية بتديها للإعارة، ده بيحكمه القوانين الدولية. فأنت بتتعامل معاه إزاي؟ إحنا كل اللي بنعمله بنتابع، لو في الآثار دي أثر خرج بشكل غير شرعي هرجع، مش هيقدر يزيفه لأن الناس صدقته. هو أي مدعي، ما أنت بترد عليه بالحقائق العلمية، إحنا بنرد بحقائق علمية ومش أنا لوحدي، كل دول العالم المتخصصة في الآثار المصرية بترد بحقائق علمية. مصر مصريين،